الحمد لله الهك، والصلاة والسلام على من في السماء اسمه محمد، وفي الأرض اسمه محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وعلم على نور الأنوار وسر الأسرار، إياك لا خيار ومفتاح باب الجسد، سيدنا ومولانا محمد بن المختار، وعلى الأطهار وأصحابه الأخيار، على من عمل الله وإخوانه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي بعده، لا نبي بعده، لا نبي بعده. يا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله جعلنا الله في هذا الشهر المبارك، يعني شهر الشوال، يعني شهر الشوال، يعني شهر حق الفائز، حق الفائزين، يوم الفلاح، يوم الفلاح. يعني من قبل بشهر رمضان، يعني نحن نحارب، يعني شهر الحرب، حرب، يعني نحارب مع الشهوة والنفس. وبيوم الشوال، في شهر الشوال، هذا الشهر شهر الفلاح، شهر الفلاح، يعني يوم الفلاح. فعز لمن قاتل النشر، لمن قاتل النفس والشهوة، لمن غالب الشهوة، لمن فاتح الشهوة، لمن فائز الشهوة. وأسأل الله يباركنا ويفتح لنا فتوح الأرش ورحمة البركة في هذا الشهر المبارك، يعني شهر الشهوات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر حكيم، واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. واعلموا يا إخواني أن الله صلى على نبيه الكريم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ويا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع إخواني من الأنبياء المرسلين ولأهل بيت الطيبين الطاهرين ولكل أصحابه الأجمعين وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء والأموات. اللهم اكرمنا، اللهم اشرفنا برؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر، اللهم اغفر ذنوبنا يعني من السر والعلانية. اللهم شرفنا وكرمنا وفعلنا والعناية والموت على دين الإسلام. فعباد الله، أن الله يأمركم بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم من الذكر وذكر الله أكبر.
قدم على سيدنا صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم. صلى الله Bismillahirrahmanirrahim.